إلى ملفنا التالي في هذه الليلة. قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الرئيس ترامب تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة في هذا الشأن، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على هذه الجماعة.